الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعتقد كل الموجودين يعني ماشي في العربي، ماشي خلاص. طيب الحمد لله. الأخوات لو بينكن واحدة تحتاج الإنجليزية أرجو إخباري فورا. بفضل الله وحوله وطوله ومنته تكلمنا عن موضوع التمكين في الأرض. وموضوع التمكين في الأرض يتساءل كل المسلمين عنه، لما تأخر التمكين؟ أين التمكين؟ أين وعد الله؟ أين كذا وأين كذا وأين كذا؟ يسأل عن التمكين ولا يسأل عن أسباب تأخر التمكين. هو يتصور أن المولى تبارك وتعالى قد خلف وعده، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الوعد ولا يخلف الميعاد، وإنما إذا توفرت فيكم الشروط والأشراط فإن الله منجز وعده ولا يحجبه عن ذلك أحد. إذن فالعيب فينا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ولكن الناس لا ينظرون إلى ما يفعلون على أنه إفساد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. والناظر بعين العدل والإنصاف إلى كل الدول العربية إلا ما رحم الله منها يجد أن كل ما قامت من ثورات لم تنجح تماما حتى الآن، ولم يستتب لها ولم يستقر لها قرار. فالسبب أنه لا ذلك هناك طائفة من الناس لا ترضى بشرع الله عز وجل، وهناك طائفة أخرى صالحة ولكنها تريد الدنيا مع أنها صالحة، وإرادتها للدنيا بسبب طول حرمانها، إرادتها وسعيها وراء الدنيا بسبب طول حرمانها، فما أن لاح لها نور الصباح حتى تصورت أنه صباحها، فتصارعوا عليه وتقاتلوا عليه وتقاذفوا عليه. فتجد مثلا في الساحة المصرية كثير من الطوائف كانت على الحق ظاهرة لا يضرها من خالفها، ورضيت بالمساجد ورضيت بالدعوة إلى الله ورسالاته ورضيت باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ظهر لهم ما ظنوا أنه تمكين بغير دراسة اشرأبت رؤوسهم للمناصب والمراكز والقيادات وطمع كل طامع، فظهر ما كان خفي إلى حد ما في القلب وتحدث القلب وأراد أن يكون في السلطان. وهذا حدث أصلا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الرسول. قال الله عز وجل في معرض سورة آل عمران لما تكلم عن غزوة أحد وما حدث فيها من عصيان النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الرمان على الجبل، قال منكم من يريد الدنيا. الله أكبر، في أصحاب النبي، نعم،
ألسنا ببشر؟ ولكن كان سبب التمكين وجود الرسول ووجود العصبة الصالحة والتواصي بالصبر والتواصي بالحق ووجود الجماعة. فلم تضاف هذه الرسالة بالفئة التي كانت تريد الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، يعني فصل بينكم مؤقتا حتى يستعيد المسلمين لقوتهم. وعفي عن هذا الخطأ. لماذا عفي عن هذا الخطأ؟ وما كان الله ليعذبه وأنت فيه، وما كان الله معذبه وهم يستغفرون. فمن الذين طلبوا الدنيا فاءوا إلى خطئهم واستغفروا فتاب الله عليهم، ومنهم من رجع إلى الحق وإن كان لا يزال في قلبه شيء من الدنيا ولكنه رضي أن يكون في الجماعة. التمكين يا إخوة ليس أمر سهل. التمكين تجد الجماعات الإسلامية في مصر الآن تتناحر، وكل واحد يدعي أنه أكثر فقها وأكثر إنصافا. فكان السبب أنه لاحظ تباشير سيئة أن المسلمون، لأن ليس كل المسلمين على قوة واحدة في الإيمان، فالمسلم الذي هو على شفا جرف النهار هو مستمسك بكلمة الله، ولكن لو وجد هذه الكلمة ستطيح وليس يطلقها. فالذي يحدث بين الجماعات الإسلامية في تونس وبين الجماعات الإسلامية في ليبيا وبين الجماعات الإسلامية في اليمن وبين الجماعات الإسلامية في مصر وبين الذي حدث ورأيناه كلنا في أفغانستان لما انتصروا على الدب الروسي وكسروا هامته ثم تناحروا على السلطان، كل يريد أن يكون هو صاحب السلطان، فلم يمكن لطائفة، لم يمكن لطائفة، في حين أن الغرب الكافر ممكن له ودخل أرض المسلمين واحتلها واغتصبها وسفك دماءه وتلاعب بقرآنهم وقتل ما قتل من الأبرياء إلى جانب من يدعي أنهم مجرمين أو إرهابيين. التمكين ملخص كله في سورة العصر. فلو توازنت الكفتان، مسلمون لا يقومون بالعمل الصالح وإنما يخبطون خط عشواء في حياتهم، يشربون الخمور، يستمعون الغناء، يضيعون الرزق، يضيعون الذرية، ثم هم يدعون أنهم يتواصلون بالحق ويتواصلون بالصبر، فضاعت الجماعة حقا وضاع العمل الصالح فتساووا مع الغرب. الغرب في بلده عادل مع قومه ليس مع المهاجرين، وإن كان يترك الحبل سلسا للمهاجرين ولكنه ليس بعادل معه، فكلما زعق زاعق اتهم به المسلمين، وكلما حدث حادث داروا ولفوا وحملوه على المسلمين وداروا ولفوا وسبوا رسول المسلمين. فما يسب النبي إلا بخذلاننا لسنته وتركنا لهديه وهدي القرآن العظيم. لم كانت الدولة الكافرة عادلة وكانت الدولة المسلمة عادلة، ثم أقامت الدولة المسلمة الإيمان وتركت الشركيات بالقبور وتركت سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت لحمة واحدة، لكان ذلك سبب لأن تزيد كفة المسلمين عدلهم في كل الشروط الستة
مع عدل الكافرين في شروط أربعة، لأن ما عندهم جماعة إسلامية وما عندهم عمل صالح. فلو تساووا في العدل والإنصاف مع الناس رجحت كفة المسلمين بالإيمان والعمل الصالح، ففازوا وملكوا رقاب هؤلاء. شوف يا أخي معزين إنجليزي، because the sister maybe responded late, I cannot repeat all what I said in Arabic. Briefly, the non-Muslim countries, if they will be fair among their people and they rule them with security and with human rights as they claim, they could be the winner over the Muslim countries. Who disregarded the Quran commands, who disregarded the Sunnah commands, and who were not fair between one another. You can see that plenty of the Muslim leaders in the Muslim countries, they robbed the countries. They ate the provision of the humble people to themselves, and they stuffed their bank accounts with the money of the people. That's why Surah Al-Asr, Surah number 103, conclude or briefly get all the six conditions to achieve empowerment. To achieve, I will use the term tamkeen instead of empowerment. So if I say tamkeen, that equals empowerment. Tamkeen is not easy, but it could take some while. And if we read the Quran, we will find amazing things. في القرآن تجد أن التمكين كما قلنا في خطبة الجمعة جاء على سبع معاني. And the Quran, if you read it and concentrate, you will find that the meaning of tamkin came in seven different meanings. Al-awwal huwa al-mulk wa-sultan. The first one is the authority and the power over all the people in this country, which is you will be the king or the sultan. Sultan is an alternative name of a king. فتجد مصداق ذلك في الكتاب في قرآننا أن الله تبارك وتعالى قال عن داود: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. فهنا مكن لداود بأن الله جعله ماذا؟ ملكا. كان يمكن أن لا يكون ملكا، ولكن جعله الله ملكا. ملكا Allah said about Dawood that after he killed Jeriot, he became the king after Talut. Talut still exists. Talut is a huge person. Maybe he is six times the size or four times the size of Dawood, sallallahu alayhi wa sallam. But he resigned and gave the kingdom with the approval of Almighty Allah to Dawood, because Dawood killed the giant Jeriot of the enemies, and he was the reason for all the enemies to run away. فهذا تمكين السلطان. أما تمكين التهيئة أو المنزلة في قلب السلطان ما قرأناه في الركعة الثانية. قال الله عز وجل: وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. فلما كلمه
قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. ثم أردف الله عز وجل قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. يوسف لم يصير ملكا وإنما صار مكين عند قلب هذا الملك الكافر فقربه ورفعه وملكه زمام الأمور. فهذه صورة أخرى من التمكين ولكن ليس تمكين السلطان ولكن تمكين مكانة في قلب السلطان. The second ركعة in the Maghrib, I recited few verses from Surah Yusuf. After the king of Egypt found the conspiracy and understood what happened with Joseph sallallahu alayhi wa sallam, and he freed him from the jail and told him, now you will take the highest position ever in my kingdom. He made him his first advisor. He made him his like vice president or something like that. So he was, and he freed his hand to go anywhere in Egypt, to fix Egypt, to provide everything needed to improve Egypt and to avoid the hunger which will be expected in few years. فمكنه لما وجد منه العلم والصدق والبراءة. فمكنه وجعله على خزائن الأرض ليحفظ مصر بعلمه من المجاعة المنتظرة. ولكن انظر ماذا فعل يوسف. يوسف ازدادت مكانته في مصر وازداد التمكين له في مصر لما أجبر المصريين كالقاطبة على العمل ليل نهار 7 سنين ويدخرون القوت وربطوا الأحزمة على البطون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله لا تأكلوا. مش هنأكل 3 وجبات، مش هنأكل 5 وجبات، احنا هنأكل لو نقدر نأكل وجبة أو وجبتين عشان ندخر القدر الأعظم لـ7 سنين العجاف. يوسف become more empowered in Egypt because he set up a plan to protect Egypt from the hunger which expected, because the king saw the dream which everybody knows that 7 years will be very tough 7 years. So Yusuf sallallahu alayhi wa sallam enforced all the categories, all the levels, all the departments in the kingdom of Egypt in his time with the authority of the king to start to work hard like horses day and night and save all the crops for 7 continuous years. Why? And he eliminated the meals every day. And instead of 3 or 5 meals, no, 1 meal is enough. We have to minimize the cost to increase the savings. We will be able to face the next 7 tough years. So he worked hard the 7 years to cover up another 7 years. And not only that, he was completely successful to achieve an additional year and made the people very happy with extra meal, with extra everything. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن. تأكل كل المدخر 7 مقابل 7 إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون أفراح. يعصرون أفراح ويغاث كل ما شئت لأن 7 سنين العجاف مضت. وذلك بفضل تمكين الله ليوسف مرتين
المرة الأولى لما كان طفل رضيع، وهذه هي الصفة الثالثة في التمكين، أن تهيئ الأسباب فقط، مجرد تهيئة أسباب، ليس له مكان في قلب ملك، وليس له سلطان ولا ملك، وإنما هيئ الأسباب. فقال كما قرأت في الركعة الأولى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. هذا تمكين وهذا تمكين، لكن هذا تماما بخلافها. التمكين الأول في سورة يوسف هو أن الله ألقى محبة يوسف في قلب العزيز وامرأته، هذا تمكين، لأنه لو لم يلقي هذه المحبة ما اهتم به يوسف العزيز وما اهتمت به امرأته. وهيأ الأسباب ليشتد التمكين الأول وهو الاستقرار في القلب، فجعل يوسف أجمل شباب الأرض لتتعلق به قلب امرأة العزيز، ليتعلق به قلب امرأة العزيز، وهو حافظ النبي، ولكن جعله سبب. هي لم يكن عندها ذرية، وكان زوجها عليلا، ثم هذا الرجل العظيم الجميل الذي لا يدانيه جمال حتى يغلب بجماله جمال النساء، فتعلقت به المرأة وهو صبي كولد، ثم لما رأت فيه الفحولة والرجولة تذكرت عنة زوجها فتعلقت به. كل هذا من أسباب التمكين، حتى أنها لم أرادت أن تقذف به في السجن وأن يعاقب، اشترطت على زوجها ألا يؤذيه لأنها تحب وعندها أمل فيه. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أوعى تفكر تقتله إلا أن يسجن أو عذاب أليم. اضربه، عذبه، اسجنه، لكن تقتله إياك. وحطت ووضعت له حدا، إلا أنت عارف نفسك كويس، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. تمكين empowerment for Yusuf as we read in the first ركعة. الله سبحانه وتعالى prepared the reasons for Yusuf to be under the protection of Al-Aziz and to grow up in his house, to find all the sources of good future, education, morality, and to start to receive the pre-signs of the prophecy. And even without that, Yusuf would be neglected. Yusuf would be a slave and nobody would find him. But because that man was disabled to do his duties toward his wife, and he had no children, and that patient wife who has no children and who knew the sickness of her husband, but because of the king to be very honored, to be very rich, she accepted to live with that man and compromised her own desires. Yusuf, Allah put in him 50% of the beauty which Allah ever created on his face. He was young. She looked at him at the start time from the first moment as a child, and she looked at him after he grew up and he become huge and strong. She looked at him as a replacement of her husband, because her husband was disabled. She thought he would listen. Allah put that beauty, that handsomeness on the face of Yusuf to make the woman never think to compromise him, never think to let go with him. Allah wanted to stay, because there is a mission Allah sent Yusuf for. Even when he found her guilty, the husband found her guilty,
And she seduced Yusuf to practice fornication with her, but Yusuf ran away from her. The husband, because he is sick, he's disabled, so he said to her, "You was wrong." And Yusuf, "Don't talk about this. Forget it." She said, she put a condition for her husband. "Don't ever," but indirectly from the ayat, "don't ever think to kill him because what I tried to do with him. If you wish to do anything, put him in jail for a while or punish him. But don't kill him." She said, except he deserved punishment, all the punishment, but not more than to be imprisoned or to be punished. She didn't speak about killing him. If she was innocent, if she had no future hope to reach Yusuf once again, she would have said to him, "Kill him. He dishonored you." But she didn't say it all. التمكين ليوسف جاء على ثلاث مراحل. تمكين أسباب وتمكين منزلة في قلب الملك. ويوسف أكد ذلك أنه لم يكن ملكا. فقال في آخر السورة: "ربي قد آتيتني من الملك." آتيتني من الملك شيء، لأنه كان يتصرف وكأنه الملك ولكنه كان ليس لملك. هناك تمكين آخر، وهي أن تنعم بأسباب الأرض بغير مشقة. أين يوجد ذلك في كتاب الله؟ يوجد ذلك في كتاب الله حين قال المولى عز وجل: "أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم." مكة يأتيها الخير من كل مكان، من كل الأصناف والأشكال، والذي جعل ذلك هو المولى عز وجل، وجعل له سببا. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: "فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون." فدعا بأسباب التمكين لأكل الأرزاق، لأنه ترك ولده وترك امرأته بغير رزق، فتركهم بجراب تمر وقربة ماء، ثم مشى وتوكل على ربه وقال: "فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه." والذي يذهب إلى مكة لا يكاد ينتقص سلعة، وكلهم في كل أيام السنة كلهم موجود. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلما استجاب الله لإبراهيم هكذا؟ لأن آل إبراهيم أوتوا الكتاب والملك والحكمة. فقد آتينا آل إبراهيم الملك والحكم، مضبوط كده؟ الملك والحكمة. وقد آتينا آل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فبقي التمكين لأكل الأسباب. وأيضا في اليمن قال الله عز وجل على القرية التي كان يأتيها رزقها رغدا، كانت المرأة تمشي بالمكتل فوق رأسها فتمر من البساتين فقط ولا تمد يدها إلى شيء، فإذا دخلت البستان وخرجت منه خرجت مملوءة المكتل، مملوءة بالخيرات، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن التمكين وتهيئة الأسباب هذا لون آخر، مع أنه لا سلطان للإسلام هنا. لم يكن للسلطان إسلام في مكة، للإسلام سلطان في مكة، ولم يكن للإسلام سلطان في اليمن، ولكنها لما كفرت بأنعم الله
أذهب عنها الله الخير وترك لها شيء وشيء من سدر قليل فأفقره. ولو شاءوا لعادوا أبى بقاع الأرض. لو شاء أقم الست شروط من سورة العصر ترجع اليمن ربوعا خضراء ويخرج منها الباطل ويبقى الخير. ألم تروا إلى مزارع البن؟ أشهر أنواع البن العالمي تضاءلت وتناقصت لأن الناس استبدلوا هذا الخير الذي كانوا يصدرونه وكان يأتيهم بالخير العظيم والغنى استبدلوه بالقات. فدمروا ودمروا وسيدمروا إن لم يرجعوا. وإن الله لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. أجمل ما يفسر القرآن بالقرآن. عايز توصل لأجمل تفسير؟ فسر القرآن بالقرآن. ولكن يعني تطلع وتدرس وتقرأ وتسمع فتتعلم فتفيض بالخير على الآخرين. اليمن and Mecca, it was some kind of empowerment also. But it's not important, empowerment to be a king or to be with a high position under the king. That's only to prepare a land to be secured with all kind of sources of provision. As in Mecca, after the supplication of Prophet Ibrahim, he prayed to Allah to make Mecca secured and to make all the hearts of the people from everywhere to fall into Mecca, want to have a leg or a foot place in Mecca. That's why go to Mecca or Medina at any time. You see all possible products, food or non-food. You find everything. Why? Because of the supplication of Prophet Ibrahim. That is kind of talking too. And in Yemen, especially most of the people here from Yemen, except me, but I am from Yemen by my heart. So, Yemeni people all the time, they were, that Yemen was a green land, full of blessings, levels of gardens, levels of gardens, and was easy to be planted and have the best fruit ever. But the people who lived in that, they didn't look at that favor as the king. They wanted to travel overseas. They wanted to travel far. وَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا فَجَعَلْ لَهُمْ أَحَدِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ومزقناه كل ممزق وجعلناه أحاديث. So they wish to quit the secure land. You have empowerment here. But no, I want to travel. I wanted to try Libya. I want to try Egypt. I want to try America. I want to try London. This and that. So Allah said, go. So these people start to be shredded. And their history destroyed. Unfortunately. And if they want to restore that history back, they have to be qualified according to the six conditions of Surah Al-Asr. تمكين آخر. تمكين قوة ومعية. تفضل. تمكين قوة ومعية. قال الملك تبارك وتعالى في القرآن ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ذي القرنين قائد عظيم مقاتل. هذا القائد المقاتل كان ملهما مثبتا مؤيدا من رب العالمين ولم يكن
ملكا قاهرا فوق كل البلدان، ولكنه كان مقاتل، مقاتل قائم بحدود الله استوفى الشروط الست، فوفاه الله حتى أنه كان يقيم حد الحرارة في الأرض. عارفين حد الحرارة؟ أنه هو يقطع إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، كان يقيم هذا. من أين تجده؟ في القرآن، في القرآن. قلنا يا ذا القرنين، لما ذهب إلى مغرب الشمس قلنا، فوجد من حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد من دونه وجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه، يقيم الحدود ثم يرد إلى ربه فيعذبه. إذا كانوا كفار وإلا ما استحقوا العذاب مرتان، لأن من أقيم عليه حد في الدنيا وكان مؤمنا كان كفارا في الآخرة، ولكن أن يعذب في الدنيا لأنه مجرم ظالم جبار فيقام عليه الحد ويعذب، أما من ظلم فسوف نعذبه سوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه. إذا كافر أخذ حده في الدنيا لأنه قاطع طريق حربي مجرم. عندنا في مصر ما عايزين يعملوا حد، خالف يقعد يضرب، يضرب على الحربيين هؤلاء، لا الناس تقول بيقتل المسلمين، هذا حربي أقيم شرع الله، اضرب على يده اليد بالحديد والمسالم حتى لو سبك يعفو عنه إن شئت، ولكن الذي يقتل والذي يقطع طريق والذي يسلم والذي يفزع والذي يروح هذا حربي. لذلك بعدما كانت الست شهور الماضية تلوح ببشائر التمكين تراجع بشائر التمكين، لما؟ لأنه تراجع التواصل بالحق وبالصبر، هو يريد صبرا فقط. طب أين الحق؟ ضاعت حقوق الناس، تنازلت عن حقك وتركت كل من هك ودب يسبك وقلت أرضى، ولكن ضاع الأمن والأمان في البلاد، فتأخر المشروع الإسلامي. المشروع الإسلامي لينجح 6 أشراط في سورة العصر. بقي عندنا وقت؟ طيب يا إخوة، وعد الله بالتمكين الذي لا يتخلف ليس لأحد إلا الرسل، ليس لأحد إلا الرسل، لأن الله سبحانه وتعالى حين تقرأ أنت القرآن تجده ماذا يقول؟